هلا هذا ماخوذ المثال بس عشان الكوبي رايت ماخوذ من كتاب كلارنس دي سيلفا اللي هو بجامعه يونيفرسيتي اوف بريتش كولومبيا في كندا فانكوفر. الكتاب اسمه ميكاترونكس ان انتجريتد ابروتش، هو هاند بوك اكثر منه، وهذا المثال ادابتد من هناك. انا يعني اخذته تقريبا استعملته زي ما هو حتى مع الصوره اللي موجوده. الفكره هذا ان عندي هون في ثيكنس سنسر، الثيكنس سنسر راح يحس السمكه من هون يعمل ديتكشن قديش ارتفاعها وقديش الثيكنس تبعتها، وعلى اساسها راح يحضر البلاتفورم هاي اللي هي في ستيبر موتور، والستيبر موتور عماله بتحكم بسكرو بيرفع بنزل هاي البلاتفورم، والهدف انه نقص راس السمكه او نقص نشيل جزء من السمكه بعرف كيف او ايش بيعمل لها سكشنينج قص. فهون الجهاز اللي بيعمل قص من هون هذا بده يدخل في مكان معين عشان يصير في قص للسمكه. هاي سميناها نط، النط اللي عمالها تشتغل على سكرو اللي احنا سميناها كارج عندنا في المحاضره. وفي عندنا هون في فيرتيكال بوزيشنينج كمان. هلا اللي حكينا بالنسبه للريكوايرمنتس كانت الريكوايرمنتس انه احنا بدنا نقطع مسافه 200 سنتيمتر في 200 ملي سكندز. فأسوأ حالة ممكن تكون إنه بدنا نحرك هاي البلاتفورم 2 سنتيمتر في فترة 200 ملي سكند. رح نفترض إنه عندي تراينجلر فيلوستي بروفايل لأنهم انانيميت أوبجيكتس، رح أحسب منه الأكسلريشن المطلوب. وزن البلاتفورم مع السمكة 10 كيلو، والستيبر موتور الموجود تحت هو رح يحقق هاي الحركة. السكرو نفسه أخذنا الإنيرشيا تبعته بعين الاعتبار كيلوغرامز سنتيمتر سكوير، وشفتوا كيف حولنا لكيلوغرام متر سكوير. اخذنا اليونيتي براكتس تبعت السنتيمتر والمتر وربعناها، فكان عندي هذا حتى احوله كان عندي 100 سنتيمتر، 1 متر على 100 سنتيمتر بربعهم بصير عندي سنتيمتر سكوير، بشطب مع سنتيمتر سكوير بضل عندي متر سكوير. استعمل اليونيتي براكت حتى اضبط اليونيتس. الريكوايرد ريزولوشن تبعت البلاتفورم هي 0.1 ملم بير ستيب، فاحنا قلنا كل ستيب من الستيبر موتور بده تو كورسبوند تو 0.1 اوف مليمتر فيرتيكال موفمنت تبعت البلاتفورم، فالبلاتفورم هاي الريزولوشن تبعتها بدها تكون 0.1 مليمتر. طبعا هذا مبني على شيء اسمه فول ستيبنج، يعني انا بحرك ستيب كامله بالستيبر موتور مش هاف ستيب او مايكرو ستيبنج. فلو فرضنا انه عم بعمل انا فول ستيبنج، الستيب الواحده راح تكون 0.1 اوف مليمتر. في عندنا ثلاث محركات لهم ستيبنج انجلز اوف 1.8 ديجريز بير ستيب او 200 بلسز بير ريفولوشن. هلا بس عملنا الحسابات، خلصنا الحسابات، بدنا نطبقهم على المحركات الثلاثه الموجودين هون. في شيء اضافي احنا ما اخذناه صحيح بعين الاعتبار بس بناخذه هلا بحاله السلكشن، انه عندي هون الروتر تبع المحرك نفسه في له انيرشيا، بس عاده رح تشوفوا في معظم الحالات هذا مهمل بالنسبه للقراءات اللي احنا اشتغلناها من هناك، فعاده هذا ما رح يكون يعني جزء من الكرايتيريا، ممكن استخدمه كقرار او استخدمه كتشيك بعدين، بس هذا مش كريتيكال من هون. الكريتيكال هو الكيرفز اللي احنا اشتغلناهم من هون اللي طلعنا عليهم. فالكيرفز اللي موجودين هون هلا مشكله الكيرفز اللي موجوده هون انسوا الاونس، ما راح اشتغل بالاونس، مش نشتغل بالكيلوغرام كيلوغرام سنتيمتر، بس كيلوغرام سنتيمتر هو حاططها وحده ايش هون؟ لا تورك. طب كيف كيلوغرام سنتيمتر وحده تورك؟ معناه هو كيلوغرام فورس مش كيلوغرام ماس. طبعا هذا اتس باد يوسج بس مش مشكله، هذا لازم تعرفوا تتعاملوا معه. الاصح اني احطه بالنيوتن متر، هذه هي وحده التورك. كيلوغرام يعني الكيلوغرام كانه بيعادل 9.81 نيوتنز، مضبوط؟ طب ليش عملها هو هيك دكتور؟ ما بعرف. هلا هم بيحولوا مرات الامبيريال يونتس، اذا بتطلع على الامبيريال يونتس اللي هون الامبيريال يونت اللي مستخدمها هون هي اونس انش، فالاونس وحده ايش؟ الاونس والباوند وحده، يعني هي وحده كتله، بس بالنظام الامبيريال سيستم بيستخدموا كمان الباوند وحده فورس، فبقولوا باوند فورس وباوند ماس، فممكن استعمل اونس فورس واونس ماس، فكانه عشان التشابه من هون اونس وضربها في انش اللي هي وحده مسافه، فضربنا احنا هون فورس، يعني انتبهوا هون الاونس محطوطه مش وحده ماس، هون الاونس محطوطه وحده فورس، وزن اونس، والاونس اظن 1 على 16 من الباوند، مضبوط؟ 28 جرام ونص. 28 جرام ونص، والانش هون حطهم، فاللي بين براكتس هي بالوحده كيلوغرام سنتيمتر، واللي مش براكتس هي وحده اونس انش.
هون الوحدات steps per second احنا هاي حسبنا حسابها لما طلعنا طلع معنا 1000 مش هيك؟ متذكرين مش طلع معنا 1000 steps per second بالحل لما حلينا هلا بنشوفه هلا موجود في الورقة هون فاحنا عندنا هذا الخط اللي رح نرفعه من هون بدنا نقارنه بالمثال اللي موجود بدنا نشوف انه هل على 1000 step per second هل بقدر اجيب التورك يكون اقل التورك المطلوب اقل من تورك الكيرف وما يكونش طبعا اقل منه بكثير هلا المفروض اني ارجع اعمل شيك مره ثانيه اتاكد انه المحرك اللي استخترته حتى لو ضفت الانيرشا تبعته مع الانيرشا تبعت السكرو حطيتها في المعادله يضل عندي يتحقق عاده ما في مشكله لانه هو يعني الانيرشا تبعت الروتور تبع المحرك قليل جدا طيب بنطلع هاي الحل موجود هون اللي حليناه هاي تتذكروا حولنا هاي هون حولنا البيتش اول شيء حولناه ل اس اي يونت حولناه لمترز بير راديان هاي اول خطوه عملناها بعدين طلعنا الاي ايكويفالنت الاي ايكويفالنت اخذنا الليد سكرو حولنا اليونت تبعته ل اس اي يونت فحولنا الليد سكرو من كيلوغرام سنتيمتر سكوير الى كيلوغرام متر سكوير فقسمنا على 10 تاع لانه قسمنا على 1 على 100 تربيع دكتور ممكن سؤال تفضل ملوش خاص بالمنع نعم الريموت في له ريموت هذا الشيء انت هيك انتربت بالفيديو هيك خليه هلا بس اخلص هلا بجاوبك بشوف سبيد تايم بروفايلنج عملنا سبيد تايم بروفايل وطلعنا منه هاي اليوزر ريكويرمنتس اللي هي كانت المسافه اللي بنقطعها 2 سنتيمتر فصارت 0.02 اوف متر و 0.2 سكند اللي هي 200 ملي سكند طلعنا منها الماكسيم فيلوسيتي واللي يهمنا كان الاكسلريشن بس الفيلوسيتي بتهمنا كمان وين ليش بتهمنا كمان اعرف التوب فيلوسيتي هون عشان اقدر اروح على سبيد تورك كيرف لما بروح على سبيد تورك كيرف مش بدي بلسز بير سكند لازم اعرف الماكسيمم سبيد فصارت عندي الفا طلعت معي 628 ريالز بير سكند سكوير وبعدين حلينا هون طلعنا القيم طلعنا اي ايكوفالنت وبالنهايه طلع معي التورك المطلوب او عفوا مش 1000 2000 ستبس بير سكند او بلسز بير سكند طلعنا التورك طلع معنا 6.79 هلا 6.79 ايش كانت الوحده؟ الوحدة كان عندي التورك طلع معنا بالنيوتن متر هلا بدي احوله للكيلوغرام كيلوغرام فورس سنتيمتر لانه هيك الوحدة اللي موجودة في الكيرفز هلا يا بعمل هيك يا بعمل العكس الاسهل اني احول هاي لكيلوغرام سنتيمتر وبعدين اقارنها هناك نرجع لمين دائما يونيتي براكتس اسهل شيء نستعمل يونيتي براكتس بدي احول انا هون المتر اتخلص متر احوله لسنتيمتر عندي 100 سنتيمتر للمتر فالمتر بشطب مع المتر بصير عندي هون 100 هي صار عندي الوحدة فيها سنتيمتر والثانية رح اكافئ ما بين الكيلوغرام فورس والنيوتن لاحظوا هذا مشكله هاي لو انا يعني المضبوط لازم اكتبه انا هون لازم احط جنب الكيلوغرام ايش احط هون جنبها فورس لانه الكيلوغرام والنيوتن مش متساويين الكيلوغرام ماس ما لها علاقه هذا بطل يونيتي براكت لو هاي كانت كيلوغرام ماس بس هاي بتكون يونيتي براكت لو هذا كان كيلوغرام فورس فال1 كيلوغرام فورس يعني كاني بقول ايش الفورس اللي بتيجي على 1 كيلوغرام من الجاذبيه مقدارها 9.81 نيوتن هذا فعلا يونيتي براكت بس المفروض كتبنا هون هون اكتب كلمه فورس فعندي هلا بشطب النيوتن مع النيوتن من هون وبصير عندي الوحده النهائيه كيلوغرام فورس سنتيمتر كيلوغرام فورس سنتيمتر اللي هي صارت بوينتس في 100 على تقريبا ضربته في 10 ف 6.79 كيلوغرام فورس سنتيمتر المفروض هون نحط كمان كيلوغرام فورس سنتيمتر اذا بدي الاقي شيء هي الاحداثيه احداثي الاكس 200 بلسز بير ستيب عفوا 200 ستيبس بير سكند 2000 ستيبس بير سكند وبدي تورك مقداره 6.79 نكتبهم على جنب عشان نقدر نعمل سكرولينج داون فاحنا بدنا 6.79 كيلوغرام فورس سنتيمتر هذا الواي اكسس والاكس اكسس بدنا اياه 200 steps per second او pulses per second ننزل هلا على الكيرفز الثلاثه فننزل على الكيرف الاول هلا هون نطلع على الكيرف الاول هي ال 2000 pulses per steps per second ال 6.7 تقريبا هون فهذا انا اكسبتبل الثاني ننزل هون على الثاني بنلاقي هي عندي هي ال 2000 pulse steps per second وعندي هذا 6.48 وهي 8.64 فهو تقريبا هون راح يكون يعني هاي النقطة راح تكون تقريبا سبعة وإشي مش هيك هون محل ما
فهذا اكسبتبل. واذا نزلت للثالث راح الاقي انه صار ويستفول لانه هي عندي 2000 هي 7.2. لاحظوا هذا الخط 7.2 كيلوغرام فور سنتيمتر فهو تقريبا هذا، فهذا بصير ويستفول. فبنختار هلا اذا بدنا نشتغل الصحيح بنرجع على المحرك المتوسط ناخذ الانيرشيا تبعت الروتور تبعه وبنرد بنحطها في المعادله ونتاكد انه التورك برد ما بزيد عن القيمه لانه احنا ما حسبناه. انا توقعي انه ما بياثر كثير لانه احنا اصلا كان الجزء الرئيسي هو الاوت اوف بالانس، ما كانش الجزء الرئيسي هو الاكسلريشن، بس اذا بدنا نعمله بشكل صحيح لازم نتاكد. ماشي واضح هذا السلكشن؟